بثلاثة أهداف لهدف، وكان الوفاق السباق لفتح باب التسجيل في الدقيقة الثانية بواسطة اللاعب بدران ليعدل اتحاد الجزائر النتيجة في الدقيقة 49. لكن أصحاب الأرض بعد ذلك عمقوا الفارق في الدقيقة 52 بهدف فرحاني، وفي الدقيقة 79 أضاف الهدف الثالث للوفاق مؤكدا تأهل فريقه إلى الدور الربع النهائي الذي سيلاقي فيه النصر الأسود ذهابا وإيابا اتحاد عنابة المتأهل أمس على أهلي برج بارريج.